الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم في دائرة الأزبكية التابعة لنقابة شمال القاهرة، ونتمنى لكم مستقبل باهر وشيق في نقابة المحامين. بداية أنا هتكلم في مواضيع معينة، مش هدخلكم في الإطار الخاص، إنما هخليكم في الإطار العام اللي هي نقابة المحامين عامة. طبعا بالنسبة لنقابة المحامين وما تعلمناه سابقا من النقباء العظماء وآخرهم النقيب سامي عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أول حاجة التزام المحامي، تاني في قيم، في مبادئ، في حرص على الأداء، وده هيتطلب منكم انكم تتماشوا معه. اذا حطيتوا الحاجات دي اساسيات عندكم في طريقكم هيكون ليكم مستقبل باهر. لازم تحترم زميلك، ولازم تحترم استاذك، ولازم تحترم خصمك. وعاوز اقول لك ان انت افضل من اي وكيل نيابه او رئيس نيابه او قاضي. المحامي زاخر بالمعلومات القانونية والثقافات المتنوعة، وبيفهم أكتر من أي شخص آخر. ما تفتكرش إن وكيل النيابة أحسن منك ولا القاضي أحسن منك. إذا أنت حطيت أمامك أهداف المهنة وسرت عليها هتبقى محامي ليك شأن ومحامي محترم، واسمك هيتداول مع المحامين المحترمين. تاني حاجة، إحنا بالنسبة للنشاط نشاط المحامين او النشاط الثقافي او النشاط الاجتماعي، يمكن قال لكم الاستاذ اخويا الجليل الاستاذ ماجد حنا عن دوره الاكاديميه العسكريه العليا اللي النقيب سامي عاشور فتح فيها مجال مع وزاره الدفاع، ودي بتفيدكم من نواحي غير نواحي القانون، نواحي تتعلق بالامن القومي والامن العام والبلد. وبرضه الأستاذ عبد الجواد عنده زميل، الأستاذ عبد الجواد كان في ندوات بيعملها في وزارة الاستثمار خاصة بوكلاء مستثمرين. برضو عندنا احنا في شمال القاهرة، احنا بقى مش دورة، لا احنا بنعمل ندوات، عندنا مقرات محامين شمال كلها ملك لنقابة شمال القاهرة، وبنعمل فيها ندوات قانونية وندوات ثقافية وندوات حاجات اجتماعية تخص أرامل المحامين. إن إحنا في شمال القاهرة عندنا 480 أرملة محامي بيتعاملوا معنا بصفة دورية، وأي تعامل في مشاكل بالنسبة ليكوا في التعامل في شغلكوا إحنا موجودين في دار القضاء العالي نقابة شمال القاهرة وبرج الملتقى بجوار محكمة العباسية، دي أماكن مخصصة بتاعتنا. اي مشاكل تتعرضوا ليها اتصلوا بينا فورا على حتى على الموقع بتاع نقابه شمال القاهره. احنا ما بنسيبش المحامين المحترمين مهما كانت المشاكل اللي بتحصل لهم، احنا بنقف فيها وبنتصدى ليها مهما كان القصه في عند نيابه، قصه عند محامي، عند المحامي العام، قصه في الاقسام، في الدوائر اثناء شغل القضايا، كل ده بنتصدى له. احنا عايزين النقيب سامي عاشور عازم بجدية على اخراج جيل جديد من المحامين يتسم بالقوة ويتسم بالثقافة ويتسم بالمعرفة، عشان لما يجي محامي يقف في اي موقف وحصل خطأ غصب عنه نقدر نتصدى ليه. انما احنا كان النقيب سامي عاشور الفترة اللي فاتت كان تصدى هو ومجلس النقابة العامة وشمال القاهرة ونقباء الفرعيات ضد المحامين اللي حاملي الكارنيه فقط. يعني محامي بيشتغل بقال، ومحامي بيشتغل في بنزينة، ومحامي بيشتغل في قهوة وشايل الكارنيه، يعمل المشكلة ويروح الاسم يقول لهم أنا محامي، نجري عن الاسم نشوف القصة نلاقي أصلا هو مش شغال. احنا النقيب سامي عاشور تصدى للفئة دي وقلص عدد المحامين من 600 ألف محامي إلى أنا دلوقتي بقينا 150 ألف محامي.
النقيب 7 شهور بينظف المهنة، عاوز محامين بس. اللي عاوز يبقى محامي وعاوز يشتغل ينضم لينا، اللي عاوز يبقى محامي وشايل كارنيه ما يلزمناش، واحنا ما بنتعاملش معاه. انا بقول لكم كلام هو ده اللي على ارض واقع نقابة المحامين. نقابة المحامين للمحامين المشتغلين فقط، مش للمحامين اللي شغالين اشغال اخرى. انا مش عاوز اطول عليكم عشان اخويا ابو بكر الضوى، حطوا الكلام ده قدامكم، واي مشكله في اي حته اتصلوا بينا في نقابه شمال القاهره واحنا تحت امركم هنذللها لكم. شكرا.